اهلا وسهلا بحضراتكم. الحلقه بتاعت النهارده حلقه مهمه، عايزك توقف كل اللي قدامك وتسمع الدقيقتين دول. هتعرف معجزه من معجزات ربنا في خلق العين، والسلسله دي احنا بنهدف منها انك تعرف معجزات ربنا، تقول الحمد لله، تنشرها مع اصحابك وتنشرها للناس اللي هم بيسمعوا بقى للحاجات الجديده بتاعت دلوقتي، الملحدين ومنكري خلق الله والكلام ده كله. النهارده هنتكلم على حاجه انا واقع في غرامها و بشرحها للناس، كل ما حد مثلا يجي يقول لي عايز اعمل نظارة قراية، الا وهي العضلة الهندية او السيلري ماسل او معجزة القراية بتاعتنا. ايه الكلام ده؟ خليكم معايا. للي ما يعرفش هنتكلم بصورة بسيطة احنا ازاي بنعرف نقرأ. تخيل انت جبت كتاب او ورقة وحطيتها قدامك كده وعايز ان انت تقرأ، انت متخيل ان الموضوع ده معجزة، انت بتاخد الموضوع ده فور جرانتد او ان هو مسلم بيه او حاجة موجودة انت مش بتفكر فيها اصلا ان هي ازاي حصلت، بينما الموضوع ده معجزة من معجزات ربنا. العين عشان تشوف بتشوف حاجات في البعيد وحاجات في القريب. الحاجات اللي في البعيد والله العين مش بتبذل فيها مجهود، فلو العين بتاعتنا كويسة هنشوفها كويس، لو العين مش كويسة وعندنا طول نظر او قصر نظر او استجماتيزم فهنشوفها باستخدام نظارة المسافات. عشان اشوف كده حاجة قريبة قوة العين بتاعتنا لازم تزيد، لازم ان هي تبقى اكبر من الطبيعي عشان تقدر ان انت تعمل كده. فتخيل انت على طول بتمسك حاجة كده، بتمسك حاجة كده، بتمسك حاجة كده. الموضوع ده بيحصل معاك الاف المرات في اليوم وملايين المرات طول عمرك، في حين ان كل مرة بيحصل الموضوع ده بيحصل عن طريق حاجة اسمها نير ريفلكس. عشان انا اشوف الحاجة القريبة كويس لازم العين تزود من قوتها زي ما احنا قلنا. الموضوع ده الامر بيجي للمخ وبينفذه في خلال 200 ملي ثانية، يعني 3 على 1000 من الدقيقة، حاجة لا يمكن تخيلها، سرعة فائقة. الموضوع بيحصل لما انت بتقرب عينك بيحصل شوية زغللة، الزغللة دي بتوصل للعين، العين بتنقل الاحساس ده للمخ، المخ بيوصل اعصاب بتوصل لحاجة اسمها السيلري ماسل، والسيلري ماسل دي عضلة دائرية محوطة العدسة بتاعة العين. العضلة دي لما بتنقبض بتعصر العدسة بتاعة العين، بتكورها فبتزود القوة بتاعتها. مش كده بس، مش بتحصل في 3 ملي ثانية 200 ملي ثانية بس، لا دي بتعملها على حسب القوة اللي انت عايزها. فجابوا تجربة مثلا لواحد كان بيبص بعيد وبعد كده بص قريب، فجأة العين زودت القوة بتاعتها 15 ديوبتر، 15 درجة العين زودت القوة بتاعتها في خلال أجزاء بسيطة جدا 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 من الثانية. انت لما تشوف حاجة كده غير لما تشوفها كده غير لما تشوفها كده، ده الزوم او التقريب بتاع الموبايل بتاعك واللي متاخد منه الزوم في الموبايل والكاميرا. انت كل ما تحب ان انت تقرب على حاجة قريبة العدسة بتزود قوتها. تخيل بقى انت موجود عندك نظام شغال، عايز والله 2 هيديك 2، عايز 3 هيديك 3، عايز 10 هيديك 10، عايز 15 هيديك 15. طب احنا بنستفيد من ده بايه؟ بنستفيد ان انت بتقرا عادي بدون الحاجة لاي نظارات. طب المعجزة بتبان امتى بقى؟ لما نفقدها، لما بنيجي عند سن الاربعين والعضلة بتاعتنا دي بتضعف، فبيحصل حاجة اسمها البريسبايوبيا، وضعف النظر اللي هو بعد سن الاربعين، نقدر نقول تبدأ العضلة بتاعتنا دي تضعف في الفك واحدة واحدة. فنبدأ ان احنا نكبر الخط، نبعد الحاجة عن عينينا، عينينا ما بقتش قادرة ان هي تجمع الصورة على الحاجات القريبة، فانت بقيت بتساعدها انك بتبعد الحاجة عن عينك شوية، بقيت بتكبر الخط، بتعلي الاضاءة، وفي الاخر هتستسلم لكل محاولات الانكار انك كبرت شوية وهتحتاج تلبس نظارة للقراية. الموضوع ده معجزته التانية ان العلماء كانوا عايزين يحلوا المشكلة دي. احنا قدرنا ان احنا نحل مشكلة ضعف النظر بالليزك، بس مشكلة ضعف القراية هل وصلنا لحل ليه؟ اتعملت الاف التجارب وعمليات وعدسات وكل حاجة عشان نحاول نعمل عدسة مثلا بتديني بؤرة مزدوجة، بؤرة في الحاجة القريبة وبؤرة في الحاجة البعيدة. ومع مشاكل العدسات ومع تطورها مفيش اي حاجة وقدرت ان هي توصل لجزء من اللي ربنا خلقه. انت عندك عضلة شغالة على طول، شغالة بتقرب وتبعد بتقرب وتبعد، بتزود القوة بدون ما تأثر على البعيد. فانت مثلا لو جيت تعمل عملية سوبراكور او عملية مونوفيجن تصحيح ابصار عشان تحسن شوية من الرؤية القريبة، فانت بقى عندك عين فقدت فيها الرؤية البعيدة الى درجة ما، بينما العين بتاعتك العادية قبل سن الاربعين هي شايفة في البعيد كويس وفي القريب كويس في نفس الوقت. هل في حاجة تقدر انها تعمل كده؟ لا. طب لما نيجي نعمل عملية مية بيضة وحابين ان احنا نزرع عدسة متعددة البؤر، هل حلت المشكلة؟ لا.
طب طلعوا بعد كده قطره اسمها فيويتي واتكلمنا عنها، بتحاول ان هي تزود القوه بتاعه العين والكونتراكشن بتاع العضله دي. حاجات كتيره وتجارب كتيره اتعملت عشان نحاول نوصل لحاجه شبه اللي ربنا خلقها، ومش هنقدر نوصل لان دي معجزه ربنا عملها وربنا خلقها في عينينا. فببساطه كل ما تيجي تقرا او تمسك حاجه قريبه وتشوفها قول الحمد لله، ده في اعصاب داخله طالعه للمخ، المخ ادى امر وصل لحاجه اسمها السلري جانجل، السلري جانجل طلع منها نيرفات، الاعصاب يعني اعصاب دخلت على العضله قالت لها يا عضله انقبضي، انقبضت وقوت العدسه، فانت بصيت كده شفت كويس. بس ده كان شرح مختصر قوي للعضله بتاعتنا اللي اسمها السلري مصل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، مع السلامه.